نرجع لها موضوع المناظرة. احنا بلغنا اللي ثم محاولات الالتفاف على المناظرة، رغم ان المناظرة نصص عليها القانون في يعني هيئة الانتخابات نصت عليها. احنا بلغنا اللي ثم محاولات الالتفاف، وشنو يحبوا يعملوا؟ ما نعملوش مناظرة ويجي كل مترشح نعملوا له حوار ساعة في وسائل الاعلام العمومية. احنا نشكر لكم التوارى وهذا مرفوض، ونحملوا المسؤولية للقائمين على الاعلام العمومي، ونحملوا المسؤولية لهيئة الانتخابات. المناظرة هو تقليد ديمقراطي في كل العالم، وتقليد ديمقراطي ولا في تونس زادة، واللي باش يترشح للانتخابات الرئيس المتهية ولايته يقدم حصيلته للناس، واللي باش يترشحوا يقدموا وعوده ويقدموا برامجهم للناس باش تصوت لهم. أما هذا الهروب من هذه المناظرة والهروب من أنك تواجه حصيلتك ثلاث خمس سنوات، هذا يرى لن نقبله. وبالتالي أنا أدعو الإخوة والأصدقاء الإعلاميين أنهم ما يخافوش. إحنا نعرف أن المرسوم 54 وصلت على الناس كل الناس، ولات خايفة لا تحكي جملة مش بقعتها من هنا ولا من غادي يتسلط عليها القانون هذايا. أنا نقول للأصدقاء الصحفيين اخدموا على رواحكم، إحنا معاكم. وراه مكان الصحافي مش الحبس، مكان الصحافي هو التلفزة، ومكان الصحافي الراديو.